عقد حضرته صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة، وذلك في قصر الكرملين بالعاصمة موسكو بمناسبة الزيارة التي يقوم بها جلالته إلى روسيا. وفي بداية اللقاء ألقى فخامة الرئيس الروسي كلمة رحب فيها بجلالة الملك المفدى. أشرفت وسويت. سعيد جدا بلقائكم. أهلا وسهلا. надеюсь и этот ваш визит будет нас тоже плодотворным, как и наша предыдущая встреча. Мы с вами обсуждали целый ряд возможностей для расширения нашего взаимодействия. Вы еще были на одном? Вот знаю, что вы на этот раз хотели посмотреть возможности нашего оборонно-промышленного комплекса. Надеюсь, вам удалось ознакомиться с тем, что мы можем предложить нашим друзьям и партнерам. Хотел бы вас лично узнать ваше мнение о том, что вы сегодня видели. И, разумеется, сегодня очень важно поговорить о вашем видении того, что в регионе происходит. У меня была сейчас возможность в Китае поговорить с некоторыми нашими коллегами из региона по этим же проблемам. В этой связи ваш визит, Ваше Величество, очень своевременным является, и я очень рад вас видеть. Добро пожаловать. Шукран, шукран. Ана нашкур фахамат ар-раис аля ад-даъва ва истиқбал ва ал-хафава. Господин президент, благодарю вас за приглашение, это визит, это теплый прием. وننقل لفخامة تحيات أهل البحرين. وسعدنا اليوم بالمعرض المنظومات العسكرية الحديثة المتطورة. ونائب رئيس الوزراء ومعالي وزير الدفاع يعني استقبلونا استقبال طيب وحافل. И заместитель председателя правительства и министр обороны обеспечили нам теплый прием. في الواقع طمعنا أكثر في يعني معرفة هالمنظومات المتقدمة. Действительно, мы хотели получше узнать ваши современные продвинутые оружейные комплексы. كذلك احنا سنبني من العلاقات على ما بنيناه في السابق. И разумеется, мы также с учетом этого выстраиваем наши отношения в соответствии с нашими потребностями. ولله الحمد ما اتفقنا عليه في الماضي وفي طريق التنفيذ. И слава Всевышнему, то, о чем мы договорились ранее, сейчас реализуется. وهناك المزيد من ال يعني الأهداف المرجوة اللي نريد تحقيقها بين روسيا والبحرين. Но, разумеется, мы в России, в Украине хотим наметить еще больше целей перед нами. У فخامة الرئيس وحكومته لهم تقدير كبير في منطقتنا عموما. Господин президент, вы и ваше руководство, ваше правительство добились высокой оценки в регионе и во всем мире. احنا شاكرين. И мы благодарим вас. واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تنميتها ودعمها في المجالات كافة في ظل روابط الصداقة المتميزة والتعاون المتنامي بين الجانبين. وأكد العاهل المفدى اهتمام مملكة البحرين بتطور علاقاتها مع روسيا الاتحادية في كافة المجالات بالشكل الذي يحقق تطلعات البلدين والشعبين ومصالحهما المشتركة، مشيرا جلالته إلى أن التعاون الثنائي شهد نموا مطردا خاصة فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والدفاعية والثقافية والسياحية وشؤون الطاقة في ضوء برامج العمل المشترك الموقعة بين الجانبين. وبحث جلالة العاهل المفدى والرئيس الروسي الأحداث المستجدة على الصعيدين الإقليمي والدولي والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وجدد الجانبان التأكيد على أهمية صون الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والحفاظ على الأمن والسلم العالميين ومكافحة الإرهاب والتطرف. وأشاد جلالته بما شاهده في المعرض من عروض عسكرية حديثة مبديا اهتمام مملكة البحرين بالمنظمة الدفاعية المتطورة، معربا عن إشادته بما تم عرضه من قبل
قبل نائب رئيس الوزراء لشؤون المجمع العسكري من استعداد روسيا للتعاون في مجال علوم الفضاء. ووصف جلالة الملك المفدى محادثاته مع الرئيس الروسي بأنها بناءة ومفيدة وستنعكس آثارها الإيجابية على صعيد توثيق علاقات البلدين الصديقين، مشيرا إلى أن اللقاء كان فرصة طيبة لتبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.